طبعا اياد نصار كان هايل. أيوه. بصراحه وانتوا عملتوا دويتو جميل جدا. كلميني عن اياد نصار. اياد انا اشتغلت معاه في حاره اليهود بالمناسبه، بس كنا عندي بس معاه مشهدين. هنا بقى جت الفرصه ان انا اشتغل فعلا معاه. لا يعني في كيمستري زي اظن باينه يعني على الشاشه، في كيمستري حقيقيه. بني ادم بروفيشنال جدا، محترم جدا، لذيذ، حابب الموضوع. فبصراحه انا يعني ده كلام ساعات بيتقال كتير، بس حقيقي المسلسل ده انا استمتعت بطريقه غير طبيعيه، وكان من ألذ اللوكيشنز اللي انا رحتها. يعني فكره انك تبقى داخل كل الناس محترمه اللي هي بتعمله، بس في نفس الوقت اللوكيشن ما فيهوش ستريس، ما فيهوش توتر، ما فيهوش اي حاجه، غير كلها حاجات بوزيتيف. انت عارفه انا اكتر مشهد اثر فيا ايه؟ المشهد اللي لما رحتي له الاسم. وقلت وهو طبعا بتواجهيه، ما نحرقش بقى طبعا المسلسل باذاعه خلاص. بتواجهيه ان هو كذب المشهد ده. ممكن نشوف المشهد ده يا جماعه؟ فعلا اثر فيا جدا، وحسيت قد ايه انت عندك يعني جوز مشاعر عكس بعض. انا كرهاك انك كذبت عليا، بس انا الست اللي هتقف جنبك. يا سلام، بحبه برضه، كان مؤثر جدا، عجبني قوي. وطبعا مشهد المستشفى، ما رحتي له المستشفى وهو واخد علقه، وهو واخد علقه. لا لا، في ماستر سينز عظيمه. نشوف المشهد ده. عايز مني حاجه ثانيه؟ شكرا. بس كده؟ هو في حاجة تانية ممكن تتقال؟ الحاجة اللي جاية تقوليها مش عايزة تعاتبيني أو تسأليني. الست الكويسة بتقف جنب جوزها وقت محنته، لما المحنة تعدي يجي وقت العتاب. بس أنا مش جوزك، جوزك جلال فرحات، دكتور الخيال. أنا جمال فرحات، عامل في شركة أدوية أربعة. الواحدة منا لما بتتجوز ما بتتجوزش اسم في بطاقة، بتتجوز راجل من لحم ودم، وانت جوزي سواء انت شايف كده او لا. عايزني اعاتبك؟ حاضر. ليه كذبت عليا؟ كنت حسين اقول لك ايه؟ اقول لك الحقيقه؟ اقول لك ان انا فاشل؟ ان انا مش مهم؟ انا ماليش لازمه؟ كنت كل ما احبك اكتر اخاف تعرفي. هديك عرفتي. انا هريحك خلاص، مفيش داعي انك تشوفيني تاني. بس عايز اطلب منك طلب. ده رقم واحد صاحب اسمه ختم النسر. كلمي قولي له ان جمال اتقبض عليه، هو هيشوف المحامي. بعد كده مش مضطرة تعملي أي حاجة تاني. أنت ليه كذبت عليا يا جلال؟ ليه ما قلتليش إنك متجوز؟ عشان أنا كذاب. بس مش أنا الوحيد اللي كذبت في العلاقة.